الكيتوسيس، سيادة الكيتو البالغ،
كيتو خالص. وتالت حاجه هنعمل دي حاجه اسمها اسيتايليشن بانش. اسيتايليشن يعني اضافه الاسيتيك اسيد. خلي بالكوا الامبورتنس بتاعت البيتا اوكسيديشن، يعني ممكن تيجي سؤال ماشي بعد كده بقى مفيش في الباور بوينت حاجه، بس عندنا بقى موضوع مهم قوي قوي النهارده اسمه ريجوليش او معلش اخر حاجه في ان بي. في ان بي بعد الرسمه في صفحه 6 ايه ال ان بي؟ يقول لك ال ان بي دي على فكره مكرره من زمان. انت لو عملت اوكسيديشن للاودي تشين فاتي اسيد، فاهمين يعني ايه اودي تشين؟ يعني عدد الكربونات فيها ايه؟ فرد 17 مثلا كربون مثلا، هنقعد نقصقصهم اثنين اثنين برضه صح؟ كل اثنين يطلعوا ايه؟ اسيتايل كوهيدر. بس قالوا لنا زمان اخر خمسه كربون يطلعوا ايه؟ ما ينفعش اقصقصهم اثنين اثنين واحد، لا اخر خمسه كربون بنحولهم الى اثنين وثلاثة. الاثنين ده اسمه اسيتايل كوهي، الثلاثة ده اسمه بروبيونايل كوهي. فاكرين بروبيونايل كوهي ده كان بيعمل ده جلوكوجينيك، ده بيتحول لجلوكوز. عشان كده زمان في الكربوهيدرات قالوا لنا ان البودي تشين فاتي اسيد بس هي اللي بتتحول لجلوكوز. فلو سمحت الحته دي مش هتذاكرها من هنا، امال هتذاكرها منين؟ من جلوكونيوجينيسيس. هفكرك ازاي؟ قالوا لنا البروبيونايل غير انزيم اسمه بروبيونايل كو اي كاربوكسيليز. كاربوكسيليز يعني بيضيف سي او 2، وعايزين نتعلم ان اي كاربوكسيليز في الدنيا محتاج ثلاث حاجات، اي تي بي وزبده الطين بايوتين. ايه البايوتين ده؟ واحد من فيتامين بي كومبلكسز ومنجنيز او مغنيسيوم، هي من حاجه واحده. وبعد كده يتحول لحاجه اسمها ميثايل مالونايل كو اي، وبعد كده انزيم اسمه ايزوميريز كان بيغير ترتيب الاتومز بتاعت الميثايل مالونايل كو اي فيديني مركب اسمه ساكسيمايل كو اي اللي يمشي في التريكس يرجع يبقى اوكسالو اسيتيل. هو الاوكسالو اسيتيل ده هو اللي ممكن يتحول للجلوكوز بالبيبسي كي. البيبسي كي ده فوسفو ايلو بايوفيل كاربوكسي كاينز. وقالوا ان الايزوميريز ده عشان يشتغل محتاج بي 12. يا ولاد استخدامات بي 12 في جسمنا هم تو رياكشنز وبس. اول واحد اخدته اهو في الجلوكونيوجينيس ده الايزوميريز اللي بيحول مثال مالونايل كوهي الى ساكسيمايل كوهي. يعني واحد هنعرفه ان شاء الله في الفاتي اسيد سوري في الامينو اسيد ميتابوليزم في الميثايونين ميتابوليزم ان شاء الله. طب ليه بتقول الكلمه دي؟ في ناس للاسف عندها نقص في البي 12، الحته دي مش مطلوبه في الجلوكونيوجينيسيس، فخلي بالك منها وهنعيدها تاني لما ناخد الفيتامينز في اخر السنه. يقول لك لما البي 12 ينقص يبقى بالمنظر ده الميثايلمالونايل كو اي مش هيعرف يتحول لساكسيمايل كو اي. الميثايلمالونايل كو اي يحصل له اكوميوليشن ان بلاد، ده في الحقيقه عباره عن اسيد اللي هو ميثايلمالونيك اسيد. اي اسيد في الدنيا يزيد في البلاد مصيره النهائي البلاعه، البلاعه اللي هي يعني ينزل في اليورين. يبقى هتخلي بالك ان انا هلاقي في اليورين بتاع العيانين دول اسيد اسمه ميثايل مالونيت، بيسموها ميثايل مالونيك اسيدوريا. يعني ايه ميثايل مالونيك اسيدوريا؟ هتبقى مكتوبه بعد كده في فيتامين بي 12 في اخر الكتاب. ميثايل مالونيك اسيدوريا معناها زياده الميثايل مالونيك اسيد في اليورين. يبقى انت النهارده تتعلم لو عندك عيان وشاكك ان عنده بي 12 ديفيشنسي هتشوف ايه في اليورين عنده يا شباب؟ ميثايل مالونيك اسيد هتلاقي زايد في اليورين في منتهى الاهميه الكلمه دي. يبقى بالمنظر ده تشخيص للفيتامين بي 12 ديفيشنسي، فخلي بالك من الان بي. سؤال مهم قوي قوي بقى ريجوليشن اوف البيتا اوكسيد.
بطريقه معينه، وبعدين هقرا معاكم كل اللي في الكتاب. بص يا شباب، عشان تفهم الريجوليشن اوف البيتا اوكسيديشن لازم تفهم هو احنا اتفقنا امتى بنعمل البيتا اوكسيديشن، فيدنج ولا فاستنج؟ فاستنج. في وجود مين؟ الجلوكاجون اللي هو الانتي انسولين. هو في الفاستنج ده انا عايز افتكر هو الجلوكاجون ده بيعمل ايه؟ ده كان بيروح على الهرمون سنسيتيف لايبيز ويعمل له اكتيفيشن، فاهمين؟ معلش يا ولاد انا نسيت اقول برضه اقرر ان فور اني ون هو كان فولو اس ان ارابيك اند هي وونتس انجلش ليكشر ان ذا نيكست ليكشر هول ليكشر 8 if you want to go it's okay. دكتور هبة عمر will explain for you in English if you want. يا شباب الفاستنج في جلوكاجون اتفقنا ده بينشط اللايبوليسيس عشان بينشط الهرمون سنسيتيف لايبيز، يبقى اخبار الفري فاتي اسيدز اللي بتطلع كميتها ايه؟ كتيره. الفري فاتي اسيدز اللي بتطلع بكميات كبيره يا اولاد دي بتروح فين؟ دي بتروح مين للليفر، وهناك تعمل عمليه اسمها بيتا اوكسيديشن. بما ان انا متوفر لي فري فاتي اسيدز كتير يبقى كميه البيتا اوكسيديشن يحصل لها ايه؟ تزيد، فيحصل اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن. يعني والله كان بمنتهى البساطه كان الكتاب كان ممكن يكتب لك الكلمتين دول، ان في الفاستنج بيزيد اللايبوليس فتزيد الفري فاتي اسيدز فبالتالي يحصل بيتا اوكسيديشن. لازم نعقدك ازاي؟ كتاب كتب العكس تماما. ازاي؟ قال لك اصل والله في الكربوهيدرات فيدينج ايه اللي بيحصل؟ يطلع هرمون اسمه انسولين. طب ما احنا عارفين، بس انت عارف في وقت الفيدينج هتعمل لايبوليسيس ولا لايبوجينيسيس؟ برافو عليك. يبقى ايه؟ هعمل لايبوجينيسيس. وما غير هعمل لايبوجينيسيس يبقى اعمل ايه بالنسبه للايبوليسيس؟ اكتيفيشن ولا انهبيشن؟ فمعروف ان في وقت الكربوهيدرات فيدنج وجود الانسولين هعمل انهبيشن للايبوليسيس واكتيفيشن للايبوجينيسيس. فلما اعمل انهبيشن للايبوليسيس اخبار الفري فاتي اسيدز اللي طالعه قليلة، يبقى اخبار البيتا اوكسيديشن ايه؟ قليلة، يبقى احصل لها ايه؟ انهبيشن. وهو ده اللي الكتاب كتبه في الهرمون ريجوليشن. تعالوا اقرا معاك. قال لك ايه بقى؟ قال لك في الكربوهيدرات فيدنج بيطلع انسولين، الانسولين بيستيميوليت اللايبوجينيسيس وينهبت اللايبوليسيس، فلما ينهبت اللايبوليسيس ديكريس مين؟ الفري فاتي اسيدز الافيلابل فور بيتا اوكسيديشن. يبقى معنى كده ان الاوكسيديشن يحصل لها ايه؟ انهبيشن. والكلام ده منطقي، ما احنا اتفقنا انا عايز الاوكسيديشن تحصل في وقت ايه؟ فاستنج وليس فيه. وراح قال لك بسرعه كده بس الانتي انسول بتعمل العكس. يا شايفين سهل ازاي يا ولاد الكلام؟ يبقى انتوا هتحفظوا الكلام امر ربنا. نعمل ايه؟ هو الكلام ده يا ولاد قال لك اصل الانتي انسول ده بتعمل العكس ريفيرس وخلاص، عملت ريفيرس زي الفل قوي. بس انت فهمت ده؟ فهمت بقى ان الفاستنج هو اللي بيعمل لايبوليسيس بيطلع فري فاتي اسيدز، هو ده المفروض اللي يزود البيتا اوكسيديشن، ده هو ده الاساس عندي. لكن الكربوهيدرات فيدنج طبعا بيطلع انسولين، ماشي بيزود اللايبوجينيسيس بس يعمل انهبيشن ليه؟ لايبوليسيس يقلل الفري فاتي اسيدز. طب حاجه احنا اتفقنا هندرس الاول هرمونات وبعد كده ندرس مين؟ عشان تفهم الالوستيريك في خطوه مفصليه في البيتا اوكسيديشن اسمها خطوه السي بي تي 1. فاهمين ايه السي بي تي 1 ده؟ اللي هو الكارنيتين فارميتوري ترانس كريزما، اللي هو كان اول كومبوننت او اول انزيم في الكارنيتين شط. يعني من الاخر عايز اقول لك ان السي بي تي 1 شغال هينقل اللونج تشين اسايل كوبي من السيتوزول للميتريكس، مش شغال يبقى اعرف ان اللونج
جيتش الرسائل القويه ومش حاجتني. يبقى انت النهارده عرفت حاجه. لو انا عايز اخلي البيتا اوكسيديشن تبقى اكتف، يبقى بالمنظر ده لازم اعمل ايه في السي بي تي 1؟ اعمله اكتيفيشن ولا انهبيشن؟ اكتيفيشن. بيقول لك بقى في مركب اسمه مالونايل كو اي. ايه؟ مالونايل كو اي؟ سمعنا عنه؟ ايه مين شاطر منه؟ سمعنا عنه فين؟ برو كونشس مين؟ ايوه صح. يا ولاد الذاكره بدات ترجع عشان نحرم السبت ان شاء الله. ايه الحمد لله. ده في الامبورتنس اوف السي او 2 بتاعت الكريبس سايكل. قال لك اصل السي او 2 اللي في الكريبس سايكل لما نضيفه على الاسيتايل كو اي بانزيم هناخده بعد كده اسم اسيتايل كو اي كاربوكسيليز. ده واضح ان اسمه بيجيب كربون دايوكسيد، وللمره الاقل اي كاربوكسيليز في الدنيا محتاج ايه؟ اي تي بي، بايوتين، مانجانيز او مغنيز. بالمنظر ده لما تضيف سي او 2 على الاسيتيل كو اي يتحول لمركب اسمه مالونايل كو اي. طب ايه فايده القصه دي كلها؟ ده احنا هنربطها ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه في عملية اسمها فاتي اسيد سينثيسيس. يعني من الاخر عايز هنعرف بعد كده ان الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز ده الكي انزايم اوف الفاتي اسيد سينثيسيس. فاتي اسيد سينثيسيس يعني لايبوجينيسيس. فيقول لك كلمة مهمة ان الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز بيحول الاسيتايل كو اي الى مالونايل كو اي. طب انت قلت لي ده مهم عشان الفاتي اسيد سينثيسيس، يعني معنى كده وجود المالونايل كو اي مهم لللايبوجينيسيس لتصنيع الفاتي اسيد بالعقل. هل ينفع ان انا اصنع فاتي اسيد مكسره في نفس الوقت؟ يعني ينفع اعمل فاتي اسيد سينثيسيس وادخله على طول في بيتا اوكسيديشن؟ انا كده بلعب فيه. هو انا اصلا عايز اعمل امتى فاتي اسيد سينثيسيس؟ فيدنج ولا فاستنج؟ فيدنج منين؟ من الكربوهيدرات. فيقول لك اثناء الفيدنج لما تاكل كربوهيدرات كتير جلوكوز كتير، انا عايز اصلا اخزن الجلوكوز ان ذا فورم اوف فاتي اسيد. فهتجيب الجلوكوز وتعمل له جلايكوليسيس والافلام دي وتحول البايروفيت والافلام دي، بس في الاخر لما تحول الاسيتايل كو اي كتير استفاد منه. خزنه ازاي؟ حوله لمالونايل كو اي عشان تصنع فاتي اسيد. يبقى معنى كده لازم المالونايل كو اي يعمل انهبيشن على السي بي تي 1. لما انا اعمل انهبيشن هنا على السي بي تي 1 يبقى انا كده ضمنت ان اعمل لايبوجينيسيس وليس ايه؟ لايبوليسيس او بيتا اوكسيديشن. ضمنت ان اعمل فاتي اسيد سينثيسيس وليس فاتي اسيد ايه؟ اوكسيديشن. تاني بقى الحته دي. يبقى في خطوه محوريه عندك اسمها سي بي تي 1. عملت لها انهبيشن البيتا اوكسيديشن شغال. عملت لها انهبيشن البيتا اوكسيديشن واقف. طب مين اللي بيعمل ريجوليشن على السي بي تي 1؟ المالونايل كو اي. مالونايل كو اي ده بيعمل له ايه؟ انهبيشن. طب هو ده جاي منين اصلا؟ مالونايل كو اي ده قصته ايه؟ ده جاي من الاسيتايل كو اي بانزيم اسمه اسيتايل كو اي كاربوكسيليز. ده احنا هنسمع عن المالونايل كو اي ده في الفاتي اسيد سينثيسيس. يبقى انت فهمت حاجه ان ما ينفعش اعمل فاتي اسيد سينثيسيس وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ فاتي اسيد اوكسيديشن. تعالى نقرا الحته دي في الكتاب. فيقول لك الفيدنج الكربوهيدرات او حاجه في الالوستيرا احنا والله عارفين الكربوهيدرات بيستيموليت الفاتي اسيد سينثيسيس. ازاي؟ قال لك اصل في اكسس مالونايل كو اي. لا حول ولا قوه. هو انت يا ابني سمعت عن مالونايل كو اي ده قبل كده؟ ده جاي بعد كده ان شاء الله. يبقى انت اكتب كده لنفسك ان وجود المالونايل كو اي ده من ادوات تصنيع الفاتي اسيد. تعرفها ان شاء الله بعد.
بإنزيم اسمه إيه؟ أسيتال بيتاربوكسيليز. يقول لك المالونيلكو اللي هو دلالة على الفاتي أسيد سينثيسيس، ده بيعمل إنهيبيشن على السي بي تي 1 الخطوة المفصلية بتاعتنا. فلما يعمل إنهيبيشن على السي بي تي 1 يبقى بالمنظر ده بيمنع البيتا أوكسيليشن، يبقى بالمنظر ده يا شباب لا يمكن لا يمكن اعمل فاتي اسيد سينثيسيس وبيتا اوكسيديشن في نفس الوقت. مش بس كده، بص يا شباب، لو انا عندي ATP ادينوزين مونوفوسفيت، ده معناه هاي انرجي ستيت ولا لو انرجي ستيت؟ لو انرجي ستيت. طب معنى كده بالعقل، هل انا عايز اعمل بيتا اوكسيديشن ولا ما اعملش بيتا اوكسيديشن؟ ده انا لازم اعمل بيتا اوكسيديشن. ليه؟ يعني البيتا اوكسيديشن بيطلع لك 106 اي تي بي في البرمتك. شايف عدد الاي تي بي اللي طالع ايه؟ فوجود الاي ام بي اللي هو اللو انرجي ستيت يقول لك السيل بتصرخ تقول انا عايزه اي تي بي. طب نجيب لها منين اي تي بي؟ هنعرف ان شاء الله في الفاتي اسيد سينثيسيس ان الـ AMP بيعمل انهيبيشن للاسيتيل كوي كاربوكسيليز. فلما يعمل انهيبيشن للاسيتيل كوي كاربوكسيليز ما يصنعش مين؟ مالونيلكو ايه؟ يبقى بالمنظر ده اخبار السي بي تي 1 ايه؟ اكتف شغال. وهو ده الجزء، معلش في رقم 2 هتعدي السطر الاولاني الثاني الثالث او الرابع. AMP دي معناها بور انرجي ستيت، مصيبه، فيري لو انرجي ستيت. دي وظيفتها ايه AMP؟ طيب بما انها مصيبه ولو انرجي ستيت لازم اعمل بيتا اوكسيديشن باي طريقه. فقال لك ده بيعمل انكتيفيشن للاسيتيل كوي كاربوكسيليز. فلما يعمل انكتيفيشن للاسيتيل كوي كاربوكسيليز يشيل الانهبيتوري انفيت بتاع المالونيلكو ايه؟ على السي بي تي 1. فلما تشيل الانهبيتوري انفيت بتاع المالونيلكو ايه على السي بي تي 1 يبقى اخبار البيتا اوكسيديشن ايه؟ اكتف وشغال. افرض ان عندك بقى العكس اي تي بي. بصوا بقى يقول لك وجود الاي تي بي زمان زمان، ده انت اول المحاضرات اللي انتوا هتنتهي فيها برضه يوم السبت ان شاء الله، يقول لك ده بيعمل انهبيشن لحاجه اسمها ريسبيراتوري تشين. ايه ريسبيراتوري تشين دي؟ اللي هي الكترون ترانسبورت تشين. فلما يعمل انهبيشن للالكترون ترانسبورت تشين ايه اللي يحصل؟ احنا خدنا في المحاضره اللي فاتت ان الاسايل كوبيتي هيدروجينيز ده عشان يشتغل محتاج فات. ليه عشان يشتغل محتاج فات؟ صواريخه في الستبس ده يا ولاد عشان يشتغل محتاج فات، ياخد الفات يحوله الى فات اتش 2. من معلوماتنا العظيمه ان الفات اتش 2 ده المفروض لما يروح الالكترون ترانسبورت تشين بيبقى هيدروجين فاكرين؟ لا الكيو ده يا ولاد ده في اي بي يبقى هيدروجين دايركت للكيو فيرجع يقسمه ايه؟ فات، فيرجع يسميه اشتغل. طب اخدنا من السريع هيدروكسي اسايل كويتي هيدروجينيز ده عشان يشتغل محتاج ناد. ليه؟ عشان يحولوا الناد اتش بلس برود. ده بيعمل ايه؟ ده برضه بيروح الالكترون ترانسبورت تشين والمره دي يديك كومبلكس 1 اللي اسمه ده اتش بي هيدروجينيز كومبلكس فيرجعه لنا مره ثانيه ايه؟ نيت. بس احنا زمان كنا لو انا عندي اي تي بي كتير هيحصل انهبيشن للالكترون ترانسبورت تشين. فالفات اتش 2 تروح للالكترون ترانسبورت تشين مش هتعرف تبقى فات. ان اتش يروح للالكترون ترانسبورت تشين مش هيعرف يرجع يبقى نات فيحصل اكوميوليشن للفات اتش 2 والنات اتش. لما يحصل اكوميوليشن للفات اتش 2 والنات اتش بالمنظر ده يا شباب
هل البيتا اوكسيديشن سنسيتيف تنفع تشتغل؟ لا لا. ليه؟ لان هذه الانزيم تحتاج فات وليس فات اتش 2، تحتاج اثنين وليس نت اتش بلس بروتون. يبقى بالمنظر ده الفات اتش 2 والنت اتش بلس بروتون يعملوا انهيبيشن للبيتا اوكسيديشن. يبقى تعالوا نقرا الحته الاخيره دي، ان في الانرجي ستيت يا اولاد بيبقى في هاي اي تي بي. الهاي اي تي بي ده ينهبت الريسبيراتوري تشين الالكترون ترانسبورت تشين، فيعمل اكيوميليشن للفات اتش 2 والنت اتش، فبالتالي مفيش عندي فات مفيش عندي نات، الدي هيدروجينيسيس انزايم كانت ايه. اتفقنا؟ ده كل الريجوليشن بتاع البيتا اوكسيديشن. يبقى انا في الامتحان هكتبها ازاي؟ اول حاجه هقول الهرمون ريجوليشن زي ما كده بقى ايه؟ الكربوهيدريت فيدنج، يطلع انسولين، يعمل انهبيشن للميكروسيس، يزود الميكروجينيسيس، يبقى يقلل الفري فاتي اسيدز الافيلابل، يعمل انهبيشن للبيتا اوكسيديشن. والانتي انسولين العكس. تاني حاجه عندنا يا اولاد مركب اسمه مالونايت او اي، ده الاثنين جايين من الاستايل او اي، بنزل اسمه استايل او اي كاربوكسيليز، ده وظيفته ايه في الحياه؟ يعمل انهبيشن للسي بي تي 1. ليه؟ اصل احنا اتعلمنا النهارده ان المالونايت او اي ده مهم في الفاتي اسيد سينثيسيس. يبقى بالمنظر ده ما ينفعش اعمل فاتي اسيد سينثيسيس اثناء الكربوهيدريت فيدنج واعمل في نفس الوقت بيتا اوكسيديشن. طب بعد كده اقول ايه؟ احنا عندنا اي ام بي، الاي ام بي ده بيعمل انهبيشن ليه؟ اسيتايل اي كاربوكسيليز، فبالتالي ما يطلعش اصلا مالونايت اي، فيريليف يريموف الانهبيشن على السي بي تي 1، السي بي تي 1 يبقى شغال، البيتا اوكسيديشن تبقى شغاله مصلحه عشان نطلع اي تي بي. طب احنا عندنا لو اي تي بي كتير، لا خلاص انا مش عايز اي تي بي تاني. بس ازاي بقى مش عايز اي تي بي تاني؟ اي تي بي ده ينهبت الالكترون ترانسبورت تشين والريسبيراتوري تشين، يعمل اكوميوليشن للفات اتش 2 والنت اتش بلس بروتون، فتعمل انهبيشن للدي هيدروجينيسيس انزايم. ده يا ولاد سؤال في المنتهى الاهميه بيجي كتير في المنتهى. بعد كده في صفحه 87 موضوع في منتهى الاهميه. اتفقنا؟ اي صفحه صفراء في الكتاب اعرف انها جايه في الامتحان. امتحان سنه ثانيه 50% منه 60% منه ديزيزز ديس اوردرز. اول ديزيز عندنا ديزيز اسمه الميكان ديفيشنسي. خلي بالكوا بيجي لكم ام كان. ايه بقى الام كان؟ بص يا شباب، احنا اول انزيم كان عندنا في البيتا اوكسيديشن اسمه ايه شكلي؟ كان اسمه اكسايد كو اي دي هيدروجينيز. والله الاكسايد كو اي دي هيدروجينيز في منه انواع كتير على حسب نوع الفاتي اسيد اللي هيشتغل عليه. في نوع بيشتغل على لونج تشين فيبقى اسمه لونج تشين اسايد تو اي دي هيدروجينيز. في نوع بيشتغل على الشورت تشين فيبقى اسمه شورت تشين اسايد تو اي دي هيدروجينيز. وفي نوع بيشتغل على الميديم تشين فاتي اسيد فيبقى اسمه ميديم تشين اسايد كو اي دي هيدروجينيز انزايم. اختصار الميديم تشين اسايد تو اي دي هيدروجينيز يبقى اختصار اسمه ايه؟ ام كان. افرض في اطفال بريئه بتتولد بنقص بالام كان. ليه يا ولاد اطفال بريئه بتتولد؟ انتوا زي ما انتوا عارفين اكيد ان معظم الامراض عندنا بتحصل كونجين. كونجنتال يعني امراض نتيجه عيب عرقي، امراض من اول الولاده. من اول ما الطفل يتولد. خلي بالك يقول لك اول حاجه الام كان ده فيري كومن، تبقى عارف الرقم بتاعه بيحصل في واحد لكل 14,000 طفل. وده للاسف مسؤول عن حاجه اسمها صادم ديث. يعني طفل بعيش في امان الله فجاه في سن 8 شهور 6 شهور 9 شهور سنه بيصحى يبكي. مفيش. ده اسمه صادم بس. ليه؟ لان الطفل مش هيعرف يقول لك الاعراض بتاعته ايه زي ما خلينا نعرف بعد شويه. بص يا شباب. ايه فكره الام كان ديفيشنسي؟ سؤال. لما الميديا بتشيل حصايد ويدي هيدروجينيز ده يبقى
الديفيشن. هل هنقدر نعمل بيتا اوكسيديشن؟ لا. ده انت اول خطوه عندك في البيتا اوكسيديشن لازم بانزيم اسمه ايه؟ اسايل كويك هيدروجين. بس السؤال انت مش هتعرف تعمل بيتا اوكسيديشن لمين؟ لاي فاتي اسيد؟ لا. للميديا بتشيل مين؟ فاتي اسيد. يبقى المشكله كلها ان انت مش هتقدر تعمل اوكسيديشن للميديا بتشيل فاتي اسيد. في كلمة كده للأسف ما كتبهاش بس لازم تفهمها. انتوا فاكرين في أول محاضرة في الليبيد قلنا الطفل ده غذائه الرئيسي إيه؟ ميلك. والميلك ده مليان بإيه؟ شورت أند ميديا بتشيل. يبقى معنى كده الطفل ده مين اللي هيشتغل على مين؟ على الفاتي أسيد بتاعت الميلك اللي هي مين؟ الميديا بتشيل. طب بلاش، الكتاب قال لك افرض إنه متوفر له لون بيتشيل. حلو. احنا اتفقنا ان ممكن تشينج بنقعد نقصقصها. يبقى بعد ما نقصقصها شويه ونقلل عدد الكاربز هتتحول بدل ما هي ممكن تبقى ايه؟ ميديا. يجي برضه الانظام اللي اسمه ميديا بتشينج اصلا كويتي هيدروجينيز يشتغل عليها ما نلاقوش. يبقى في كل الاحوال سواء الطفل ده اكل ميلك سواء اكل اي حاجه في الدنيا فيها ممكن تشينج فاتي اسيد مش هنقدر نستفاد بالبيتا اوكسيديشن. اشمعنى؟ ان حتى لو كان ممكن يتشيل مصيره في الاخر ويتحول لمين؟ لميديا بتشيل. يبقى الفكره كلها ان الميديا هيتشيل اصلا ميديا هيدروجينيز لما يبقى ديفيشن مش هيحصل بيتا اوكسيديشن للميديا بتشيل فاتي اسيد. طب ايه المشكله؟ ما تحصلش اوكسيديشن وخلاص. لا. هو ايه اهميه البيتا اوكسيديشن؟ بتقول لي البيتا اوكسيديشن مهمة للإنرجي أثناء الستاربيشن بس مش هي دي أهميتها. زمان يا ولاد زمان في الجلوكونيوجينيسيس قالوا لنا كلمة في منتهى الأهمية عشان نعمل الجلوكونيوجينيسيس محتاج كام اي تي بي؟ 6 اي تي بي. برافو. هو السؤال بتجيب الاي تي بي دي منين؟ في الوقت ده. ده انا عرفت دلوقتي. ده انا بجيب الاي تي بي دي من البيتا ايه؟ من الفاتي اسيد اوكسيديشن. عشان كده كان بيجي سؤال مهم في الامتحانات اكسب ليه؟ ليه الفاتي اسيد اوكسيديشن؟ تستميوليت الجلوكونيوجينيسيس وتنهبت الجلايكوليس. طب ايه اهميه المعلومه دي؟ البيتا اوكسيديشن بتدي لك 6 اي تي بي عشان تعمل جلوكونيوجينيسيس. مفيش بيتا اوكسيديشن مفيش انرجي 6 اي تي بي لازمه للجلوكونيوجينيسيس. يبقى اخبار الجلوكونيوجينيسيس في العيانين دول ايه؟ مفيش. امبيرد ما يحصلش. يضطروا للاسف يمصمصوا الجلايكوجين بتاعهم اللي فيحصل تبليجن للجلايكوجين. ومن معلوماتكم الجلايكوجين بيخلص بعد كام ساعة؟ 18 ساعة. فالعيان ده يجيله هايبو جلايسيميا. يبقى لو سمحت في الكتاب حط خط عشان تلاقي السيمتومز متنطورة، حط خط تحت هايبو جلايسيميا. يبقى أول سيمتوم للعيان ده إيه؟ هايبو جلايسيميا. طب مش بس كده. هو ايه فايدة البيتا اوكسيديشن؟ فايدة البيتا اوكسيديشن انها تديني اسيتايل كو اي. ما هي استخدامات الاسيتايل كو اي؟ بص يا ولاد انا قلت لكم في اول المحاضرة كلمة مهمة ان الاسيتايل كو اي بس اللي جاي من البيتا اوكسيديشن بس هو ده اللي ممكن يعمل كيتون بوديز. مش هتفهموها دلوقتي، تفهموها ان شاء الله باذن الله في النص الثاني من محاضرات الليبت مع الدكتوره هبه لما تقول لكم الكيتوجينيسيس والكيتوليسيس. هتفهموا ان يا اولاد عشان اعمل كيتون بوديز لازم اجيب كيتون بوديز منين؟ من اسيتال كو اي. اللي جاي منين؟ من الفاتي اسيد عن طريق عمليه اسمها ايه؟ بيتا اوكسيديشن. بالمنظر ده يا شباب انا مش عارف اعمل بيتا اوكسيديشن. يبقى مش عارف اعمل اسيتايل كو اي. يبقى اخبار الكيتون بوديز تقل. اكتب عليها او هتلاقي عليها في الكتاب هايبوكيتوزيس.
المصيبة. عارفين يعني ايه مصيبة؟ يا ولاد المصدر الرئيسي للانرجي اللي هو الجلوكوز مش موجود. اللي بقى المصدر الرئيسي للانرجي اللي هو الجلوكوز مش موجود. تاني حاجة الكيتون بودز المصدر البديل مش موجود. ايه ده؟ ده المنظر ده الانسان قرب يموت. فاضل له اخر مصدر. ايه اخر مصدر الانرجي؟ البروتين. يضطر يعمل حاجه اسمها بروتين كاتابوليزم، يكسر البروتين، يطلع امينو اسيد. هي سورس وحش للانرجي، بس هنعمل ايه؟ مفيش حد تاني. ايه مشاكل البروتين كاتابوليزم؟ هنعرف يا ولاد ان لما يحصل بروتين كاتابوليزم ده بالمنظر ده المصل هتتكسر، فيحصل مصل فاتيك ومصل نيكروزس. بس مش هي دي المشكلة، المشكلة الأخطر في النص التاني. هنقول لك إن لما يحصل بروتين كاتابوليزم تطلع مادة في منتهى الخطورة اسمها أمونيا. عارفين إيه الأمونيا دي؟ النشاكر. أنتوا في العمل شميتوا ريحة النشاكر على فكرة، فاكرين؟ اللي هو في تجربة روزنس. ريحة النشاكر حلوة ولا وحشة؟ وحشة جدا يا شباب. النشادر فيري توكسيك، الامونيا اللي بتطلع دي فيري توكسيك. هنعرف ان شاء الله في النص التاني انها توكسيك للبرين. فبما انها توكسيك للبرين يحصل كوما وباي باي. يبقى دي السيمبتومز بتاعت المرض. تاني بقى بسرعه، يبقى الامي كان ديفيشنسي. وخلي بالكم دي سؤال في امتحان نص السنه، السنه اللي فاتت. أول حاجة لما تيجي تسافر الكوز، إيه السبب بتاع المرض؟ deficiency of mean ميديا بتشيل أصايل كوهيتي هيدروجينيز. تاني حاجة السيمبتومز، إيه السيمبتومز بتاعت المرض؟ أولاً impaired gluconeogenesis. إيه السبب impaired gluconeogenesis؟ مفيش إنرجي لجلوكونيوجينيسيس، فيضطر الليفر يديبليت الجلايكوجين، فتحصل مشكلة اسمها إيه؟ هايبوجلايسيميا. أول سبب. تاني حاجة decreasing ketone body synthesis، hypoketosis. ايه السبب؟ decreasing beta oxidation، decreasing acetyl CoA، decreasing ketone body synthesis، يحصل hypoketosis. تالت حاجة لازم ندمر اخر مصدر، اخر مصدر للانرجي هو مين؟ بروتين. يبقى نعمل ايه؟ بروتين كاتابوليزم، يحصل مصدر نكروسيس وفاتيك وكل القصة دي. بس مشكلتنا الرئيسية في الاخر هايبر امونيا. هايبر امونيميا يعني زياده مين؟ الامونيا. الهايبر امونيميا في النص الثاني هنقول لك انها فيري دينجرس، تعمل بريك دامج شويه. سؤال في منتهى الامل، المريض ده ما بيصومش يا من هو المريض؟ مين المريض؟ عيل عنده 6 شهور 8 شهور. اعمل فيه حبيب اقول له يا ابني ما تصومش. صح. عشان كده يا ولاد مامته في يوم من الايام زهقت منه. قعدته 3 4 ساعات من غير ما ترضى. باي باي. مع السلامه يا ولاد، هنعمل ايه؟ هو ده المشكله. عشان كده ليه بقول لك ستوبينج ذس؟ عشان يا ولاد دي المشكله الاطفال الصغيره دي. هو انا هقول لك يا ابني انا عندي هايبوجلايسيميا؟ ازاي؟ طبعا ممكن تعرفوا بقى في الاطفال ان الرضاعه المفروض كل ساعه كل ساعتين الافلام دي. لكن افرض لاي سبب من الاسباب اتاخرتوا عليه خالص، هنعمل ايه؟ ده المريض ده يا ولاد طفل صغير. لكن المريض اللي ممكن نلحقه المريض الثاني اللي هو ديس اوردر اوف كارنيتين شاتل. وسؤال مهم في الامتحان اخر السنه ونص السنه برضه، اي حاجه صفرا مهمه. الورق الاصفر ده مهم يا ولاد، خلي بالكم منه. ايه بقى الديس اوردر اوف كارنيتين شاتل؟ واضح من اسمها ديس اوردر اوف كارنيتين شاتل ان دي مشكله في الشاتل اللي مسؤوله عن نقل اللونج تشين اسايل كو اي من السيتوزول للميتريكس بالمنظر ده. والله العظيم هي نفس الكلام اللي انا قلته من شويه في الميديا من شنو صار فيديو هيدروجينيز. ازاي هي يا
الحيوانات عموما لما ما نتقلش لونج تشين فاتي اسيد من السيتوزول للماتريكس هيحصل فيه اوكسيديشن، يبقى نفس الكلام ولا لا؟ نفس السيمتومز. بس قبل ما اقول لك ازاي نفس السيمتومز وازاي هنلخبطك فيها شويه، تعالوا ناخد الاول الكوزس بتاعه الكارنيتيشن. يعني لو سمحت لما تيجي تسافر كده لنفسك عشان تفهم، اكتب على ايه بتاع الكارنيتين ديفيشنسي، واكتب على بي بتاع الاذر ديسوردرز اللي هي شايفينها تحت خالص بتاع 1 2 بي، اكتب عليها كوزس اوف الديزيز، يعني ده الاسباب بتاعت المرض. ايه الكوزس ده بتاعت الديسوردرز والكارنيتين شط؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الكارنيتين شط؟ حاجه مهمه، يا اما اصلا الكارنيتين ديفيشنسي اوف كارنيتين، مفيش كارنيتين، يا اما ديسوردرز او اذر ديسوردرز في الشاطئ ذات نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه ديفيشنسي اوف كارنيتين، احنا اتفقنا ان المركب اللي لازم ينقل الفاتي اسيد من السيتوزول الميتوكوندري اسمه ايه؟ كارنيتين. واتفقنا ان احنا مش هنسمع عنه في الطب نهائي بعد كده، مش هنسمع عنه في البايو نهائي بعد كده، هو وظيفته في الحياه حاجه واحده بس، بتنقل الفاتي اسيد من السيتوزول للميتوكوندري. افرض ان كميه هذا المركب الاماونت بتاع الكارنيتين دي ديفيشن، كميه الكارنيتين دي ناقصه. طب عشان تفهم هي ناقصه ازاي؟ لازم تعرف الاول ايه السورسز بتاعت الكارنيتين، وهو ده الكلام اللي مكتوب لنا في اول سطر. يعني اول سطرين اعرف لنفسك ايه السورسز بتاعت الكارنيتين. الكارنيتين ده يا ولاد بيبقى موجود ان دايت في الاكل، وخاصه الميت اللحمه، يبقى ما تقلقش طول ما انت بتاكل لحمه يبقى انت عندك ايه؟ كارنيتين. بس الجسم كمان كان سينسيسايز الكارنيتين، يقدر يصنع الكارنيتين ازاي؟ من 2 امينو، من 2 امينو اسيد، وخلي بالكم منهم عشان بيجوا في الامتحان في الام سي، لايسين اند ميثيونين. بيصنعهم فين؟ في الليفر والكيدني. يبقى احنا كده عرفنا معلومتين، الكارنيتين ده جاي منين؟ الكارنيتين ده جاي من الدايت، وبيني وبينكم اهم حاجه في الدايت اللي هي ايه؟ الميت. تاني حاجه من امينو اسيد اسمه لايسين اند ميثيونين، ودول بيحصل لهم سينثيسيس، الكارنيتين بيحصل لهم سينثيسيس منهم في الليفر اند الميت. بما ان انت فهمت هذه المعلومات الاساسيه، تعال نشوف ايه اسباب الكارنيتين ديفيشنسي. اسباب الكارنيتين ديفيشنسي حاجه يا برايمري يا سكندري. برايمري يعني اوليه، نتيجه ديفيشنسي في الكارنيتين ذات نفسه، نقص في الكارنيتين ذات نفسه هو ازاي؟ اولا يقول لك، معلش عشان نفهمها مع بعض، الكارنيتين سواء انت جبته من الدايت او صنعته في الليفر والكيدني لازم انقله لبقيه التيشو. اشمعنى؟ لان المره اللي فاتت قلنا ان الديتا اوكسيديشن ما بتحصلش بس في تيشو معين، بتحصل اصلا في كل التيشو ما عدا الار بي سيز والبرين. طب عشان تنقل بقيه التيشو لازم امشيه في البلاد، وعشان امشيه في البلاد لازم ترانسبورتر يمشيه ينقله في البلاد لغايه التيشو. لو حصل بقى جينيتيك ديفكت او ميوتيشن في الترانسبورتر ده، كل اللفه دي، كل اللفه دي عشان تقول لي ان والله لو الترانسبورتر من الاخر كده، الترانسبورتر اللي بينقل الكارنيتين بونز، البروتين اللي المفروض يمشي الكارنيتين اللي بتشوف في البلاد
ميوتيشن. وسيبك من كل الكلام ده، يقول لك افكت ياما في الميوتيك في، بيقول لك اه لا هو كاتبين هنا المره دي بصلاحيه، يقول لك افكت على طول في الميوتيشن، جينيتك افكت او ميوتيشن في البروتين ترانسبورتر بتاع القرني دي. يبقى خط تحت الكلمه دي بس، ان يا ولاد اول افكت ايه؟ في ميوتيشن في البروتين ترانسبورتر القرني دي. وسبب ايه يا عم؟ من امينو اسيد ديجريديشن. مش ناقصه هي يا ولاد، اعرف لكم كلمه تبقى زي الفل قوي. اذا احنا عندنا امينو اسيد ديجريديشن ومش عارف ايه، سيبك من الحاجات، هتعرف مين الديفيلت فين في الترانسبورتر بتاع القرنيتين. الديفيلت في الترانسبورتر بتاع القرنيتين انه في ميوتيشن. يبقى المنظر، هل القرنيتين يتنقل للتيشوز؟ لا طبعا. هل التيشوز اللي ما وصلهاش قرنيتين دي تقدر تعمل ميتا اوكسيديشن؟ لا. يبقى ده اول حاجه برايم. تاني حاجه بقى السكندري، نتيجه كيدني ديزيز. ليش معنى كيدني ديزيز؟ طبعا كنا متوقعين ان الكتاب اضعف الايمان يقول لك اصل هو القرنيتين بيتصنع في الليفر والكيدني، يبقى الكيدني بالمنظر ده لما تبقى بايظه مش هيصنع مين؟ قرنيتين. لكن لا يا ولاد، لا لا، يقول لك اصل ما يبقى في كيدني ديزيز القرنيتين بينزل في اليورين. اسف، دي معلومه في منتهى الغلط. انا هقول الصح، بس طبعا لازم نكتب كامل في الكتاب، كتاب الوزاره يا ولاد لازم نكتب. ليه غلط؟ وعلى واحد عنده كيدني ديزيز بعد كده بتشتغل ان شاء الله نيفرولوجي وعنده مرض في الكيدني وعنده مثلا كرونيك رينال فيلير، بالمنظر ده هو ده بينزل يورين؟ البلاعه مسدوده يا ابني، الكيدني بايظ، رينال فيلير، مفيش يورين اصلا. ما الناس دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها هيمو داياليسيس. هيمو داياليسيس يعني ايه؟ غسيل كلى. ان شاء الله لما تروحوا البطنه وتشتغلوا دكاتره الكلى تعرفوا ان اصلا القرنيتين ده بيفقد على مكنه الغسيل، بيطلع من الغسيل بتاع الكلى، بيفقد في الهيمو داياليسيس. عشان كده كل دكاتره النفرولوجي لما يبقى عندهم عيان عنده كلى لازم يعوضوه بايه؟ قرنيتين. يكتبوا له اقراص مشهور قوي في الصيدليات اسمها ال قرنيتين. اي حد عندنا من قبل لا قدر الله بيكسر كلى او عند عيان كلى، تعرف على طول ان من ضمن الادويه اللي عمره ما بيسيبها، عمره ما بيسيبهاش، اسمها دواء اسمه ايه؟ ال قرنيتين. هنتعلمه بعدين. بس للاسف اعرفوها يا ولاد ان في الكيدني بيحصل نص انيورين. يلا كده كتبها كده مش مشكله. طب في ناس تانية عندها نقص في القرنيتين؟ اه، فيجيتيريا. ايه الفيجيتيريا؟ الناس النباتيين يا ولاد اللي بيقول لك انا مش هاكل لحمة خالص، يقول لك اه مش هاكل لحمة خالص، هتلبس في الاخر. تلبس ازاي؟ ما عندكش قرنيتين. خلي بالك ده بمعنى ان مفيش قرنيتين في منتهى الخطورة. عشان كده الفيجيتيريانز النباتيين في منتهى الخطورة، ما بياكلوش لحمة ما بياكلوش قرنيتين. بريماتور انفانت. يعني ايه بريماتور انفانت؟ طفل اتولد غير مكتمل النمو، اتولد قبل معاد. يبقى بالمنظر ده مش هيلحق يصنع القرنيتين. او يا شباب اثناء البريجنانسي، اشمعنى؟ اثناء البريجنانسي الطلب على القرنيتين بالنسبه لجسم الام زي ما هو لازم يزيد. لازم يزيد، يبقى كان هنا في ريلاتيف ديفيشنسي. هو مش ناقص ولا حاجه، بس نتيجه ان في بريجنانسي في هاي انابوليك ستيت، يبقى لازم بالمنظر ده كميه القرنيتين عندها يبقى اكتر من الطبيعي. يبقى تاني ايه اسباب بقى القرنيتين ديفيشنسي؟ حاجتين، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري مشكله فين؟ في الترانسبورتر. ايه الترانسبورتر مانه بتاع القرنيتين؟ جينيتك ديفيكت او ميوتيشن. سكندري نتيجه ايه؟ كيدني ديزيز. تاني حاجة فيجيتيريا، تالت حاجة بريماتور انفانت، وآخر حاجة بريجنانسي. طب يا ترى في أذر ديسوردرز أو في أذر ديسوردرز؟ إيه ده؟ الأذر ديسوردرز أسهل. لو واحد مولود بنقص في السي بي تي 1 أو نقص في السي بي تي 2 أو نقص في القرنيتين أصايل قرنيتين ترانسلوكيز، لما يولدوا بنقص كل الكومبوننتس دي، واحد او اكتر من الكومبوننتس دي بتاعت القرنيتين،
شاطر. هل هنقدر نعمل كارنيتين شاطر؟ لا. هل هنقدر ننقل الفاتي اسيد من السيتوسول للميتوكوندريا؟ لا. يبقى دي يا اولاد الديزيزز او الكوزز بتاعه الكارنيتين ديسوردر. يبقى سيادتك لما تيجي تسافر تعرف اول مشكله نقص الكارنيتين وتقسمه لنفسك كده، تاني مشكله اسرس، ويا ريت تذاكر الاسرس عشان تسافر. هتعرف مين الاسرس دول؟ ناقص 71 72 كارنيتين اسرس كارنيتين ترانسكريبتيز. طب ناقص الكارنيتين حكم ايه؟ يا برايمري يا اما سكند. برايمري ناقص الترانسبورتر ده تبقى ميوتيشن، سكندري امراض كتيره بقى كيدني ديزيز بريماتور انفانت بريجننسي وفيجيتيريانز. بصوا بقى يا شباب، ايه الكلينيكال مانيفستيشن اوف الكارنيتين ديفيشنسي؟ والله كان من المفترض ان نقولها في الكلينيكال مانيفستيشن هي بالظبط زي الديفيشنسي بتاع مين؟ الام كي. هي الطبيعيه ازاي؟ تعالوا نشوف. هو يا اولاد لما دلوقتي مش عارفين نعمل بيتا اوكسيديشن نفس الكلام، لما ينقص البيتا اوكسيديشن هل هتقدر تعمل جلوكونيوجينيسيس؟ لا. لما ما تقدرش تعمل جلوكونيوجينيسيس يحصل هايبو جلايسيميا. هل هتقدر تصنع كيتون باتس؟ لا. يبقى يحصل هايبو كيتوزيس. وفي نفس الوقت اخبار البروتين هيتكسر. بس بصوا بقى، في نفس الوقت اه البروتين هيتكسر، بس ما تنساش كلمه مهمه قوي قلناها زمان. قلنا ان المصل يا اولاد بتعتمد في الانرجي بتاعتها على مين؟ على الفاتي اسيد اوكسيديشن. فاكرين زمان؟ زمان ده امتى؟ قالوا لكم هو مين المين ترانسبورتر بتاع الجلوكوز في المصل؟ اسمه ايه؟ جلوكوز ترانسبورتر ايه؟ فور. ايه ميزه فور؟ ده البن يكسر. يعني ايه يكسر دماغه؟ يعني ما يستخدمش الجلوكوز لما يكون موجود بلارج ايه؟ طب ايه ده؟ امال لما يبقى الجلوكوز قليل المصل تموت؟ لا. تجيب الاي تي بي منين؟ الفاتي اسيد اوكسيديشن. هل دلوقتي المصل قادره تعمل فاتي اسيد اوكسيديشن؟ لا. فيحصل كل المانيفستيشن اللي مكتوب عنه. مصل فاتي، مصل نيكروز، تتكسر المصل فيحصل مايوجلوبينوريا. الهارت مصر مش عارفه تشتغل فيحصل كارديوميوباس. يعني ايه كارديوميوباس؟ ضعف في عضله القلب. يبقى انت فهمت ان بالمنظر ده يحصل نقص في الانرجي في المصل فيحصل فيها مشاكل. مش بس دلوقتي الليفر مش عارف يعمل فاتي اسيد اوكسيديشن، يبقى كميه الفاتي اسيد في الليفر يحصل لها ايه؟ تزيد. يضطر يحولها لتراي اسايكليسترول، هتحصل مشكله اسمها فاتي ليفر، هتاخدوها في اخر الليفر برضه في النص الثاني معاك من الليفر. وفي هايبوجلايسيميا، وانت فهمت ايه في هايبوجلايسيميا عشان مفيش ايه؟ جلوكونيوجينز. الكتاب بعد ما رصنا في الكلام ده فحب يفصل لك واحده واحده بس بطريقه صعبه شويه. هو الكلام المكتوب بعد كده هو والله نفس الكلام اللي فات. عايز يقول لك ان في هذه الحاله مش هنعرف نعمل جلوكونيوجينيسيس. يبقى ما دام مش هنعرف نعمل جلوكونيوجينيسيس يبقى يحصل ديبليشن لمين؟ للجلايكوجين، فيحصل هايبو جلايسيميا. في نفس الوقت مش عارفين نعمل اسيتايل كو اي من البيتا اوكسيديشن، فمش عارفين نعمل كيتون بودز، فيحصل نقص في الكيتون بودز. بس قال لك في الاخر حاجه كلمه مهمه. العيان ده ممكن يجي له مشكله اسمها انكيفالوباسم. يعني ايه انكيفالوباسم؟ يعني البرين يتدمر، مرض في البرين، البرين يقف. طب ليه انكيفالوباسم؟ شرط. انتوا اكيد اخدتوا في جلوكونيوجينيس، اخدتوا ان يا ولاد المين سورس اوف انرجي للبرين هو مين؟ جلوكوز. بس كان في انذر سورس كيف الباص، بس بعد كام يوم 5 6 دايز. دلوقتي الحمد لله مفيش ولا جلوكوز ولا كيف الباص. يبقى العيان ده يخش في برين ايه؟ انكيفالوباسم. التريتمنت ايه؟ علاج العيان ده ايه؟
فاصل الدكاتره اللي عارفين مش عارفين يعني فاتي اسيد اوكسيديشن ولا الكلام ده. لا مش هقول له كده، هقول له افويد الفاتي اسيد اوكسيديشن بس بطريقه العينه. ازاي؟ واحنا يا ولاد بنبدا امتى للفاتي اسيد اوكسيديشن؟ في الفاستنج. يبقى اول حاجه اقول له ايه؟ ما تصومش، افويد الفاستنج. او العيان ده بقى عشان كبير ممكن اكلمه شويه، اقول له افويد الفاستنج. تاني حاجه يا عم، مش هو مشكلته في الفاتي اسيد؟ طب ما تخلوش يلجا خالص للفاتي اسيد، ما تخلوش يلجا خالص للصيام. ازاي؟ هي اديله هاي كربوهيدرات دايت ولو فات دايت. بس انا قلت لك كلمه مهمه، ان العيانين يا شباب بتوع الكلى اللي ما عندهمش كارنيتين والناس اللي عندها كارنيتين ديفيشنسي لازم اعوضهم بايه؟ بكارنيتين. يبقى اول حاجه اديهم مين يا ولاد؟ كارنيتين. يبقى ثلاث حاجات اديهم كارنيتين، افويد الفاستنج وهاي كربوهيدرات دايت ولو فات دايت. شكرا يا ولاد.